سدامي أي الأطلال الأخرين. ألو ألو دودي، مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمرة غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم، ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا، انا خدت النمرة من عبد الجواد، حبيت اكون اول واحدة تهنيك. عشتي يا رمرم، الله يحفظك. انت عندك ايه الليله؟ لا بقى، انا الليله دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا ام سيد، دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها تعب جواب؟ فريد بيه القطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. هو انا مش قبها؟ ما انا قبها اهو. يعني برضه يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، مانيش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. بغير بغير. يلا اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعه بسرعه. على فين يا جميل؟ زبونت ايه مليونير؟ مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي هو جا تاني؟ خايف ده ولا ايه؟ انا فريد بيه الغطروفي. ايه اتفضل. ميرسي. ¡Gracias!
اخضر اسود، ودي تمشي زي دي، دي رعد. تعالي 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 اقعدي جنبي. تعالي يا رهوان، تعالي رايح فين؟ تمشي قال اقعدي جنبي. يا عبد يا رواب، ستة بيره وعلبة وينجز واربع تجواز كوارع بالبهاريز. حاضر يا بيه. 25 يوم على الحل، ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطة الفاطسة؟ ده راجل جايز، على الاقل عنده شقة. يابا سباك سباك سباك. وماله سباك؟ راجل كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل اتنين تلاتة أربعة، إنما ده عنده شقة مش متجوزاه، فاهمة؟ اه ياكل كده مستنيه جدع. ده اللي اسمه شعبان. ها ده غطس مهبش هيقب الغايب حجته معاه. يا اختي اللي مهان عليه يبعت كلمه في جوابه للصفاره. عارفه ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي، وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو شال ارقام جان؟ نعم شال ارقام جان. انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني. انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوخ، وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجل البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو فريد بيه، دفعه العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبه للعربيه اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في اي وقت النهارده لو حبيت. طيب اوكي اوكي. انت خارج؟ ما هستلم العربيه الجديده. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل؟ لا انا محضر السواق، ماليش دعوه انت. الزحمه والمصور. خير بالخير، عشان دي اول دفعه تنزل مصر بالموديل. يا سلام،